المرتبة الأولى اليوم وبنسبة 36%، واللي منع عن جدار اليوم المرتبة الأولى من نصيب عماد. نعرف نسلكها يعني في المرتبة المرتبة الأخيرة والثالثة والرابعة سكون الرابعة قدوة تنقول لك المرتبة يتبالل والأخيرة اليوم من نصيب ما نعرفش نعوم، وبالتالي اللي باش يخرج في التحدي تاع اليوم هو عماد. شنو عماد؟ عماد جاء في المرتبة الأولى وهو اللي باش يخرج يمشي للكياك ويعمل غطسة في 10 درجات في المياه. ما تزيدوني حتى كلمة بتعسف زيادة. ديجا توا سي عماد هبط الكاياك. ايوه ديجا هذيك الفقير هذيك توا اللي ان شاء الله يفهم هو العبره كيفاش يضرب الفقير، خاطر يضرب الفقير جيست غلطه ممكن تقلب. ديجا هاو شد الفقير وحده، ديجا قاعد يعمل في الضربه الاولى ديجا يوري فيه. ايوه وهو ديجا يا سي عماد تنحي خوف راه ما تقلبش هذيك. هاو ديجا هبط ريكل ميك ديجا قاعد يباقي يذوني الباقي مقلوبه شي حامد لازم شي مقلوبه يلا اي 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 بعد ما العمده ذا ديجا قاعد اطلع بروفيسيونيل يذوني ننتدبوه ولا نهلي ما جيب روحه. هي كيفاش تو معناتها بدر كان هو سي سيف معناتها هكاك يبدا عاتي بظهره ويضرب بالتالي ولا كيفاش؟ لا هو هذه لازم يضرب القدام باقي يمين ويسار وهكا كيما تشوفوا فيه ما نعرفش كي نتفرجوا فينا ديجا قاعد باقي جرب المارش افون ترى جربنا المارش اريير يلا المارش اريير جربنا المارش اريير يلا من العمدة ذي خلي يعمل ضربة أخرى خلي يعمل ضربة أخرى المارش اريير هو ريقته في الكياك كيف يكون ظهره ومقاوم شوية صحيح. ما عارفش أبرا ما قام بكري أكثر في جمهور والواحد والله يتفرج. شيء يعمل الكيف. انا الحقيقه نستنى في الكاياك نتاع الكبار اختانا من هذا نتاع المبتدئين تصوروا سي بون تو عمل البروفا نتاعو ستينس نحب نشوفه يا حتى بالكبار تقلب لا اي اي والله تقلبه اي 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 لازم تحجرك فوق مسطره مش هذيك راه عماد اقلب اقلب مع الكاياك باش ما تعبيش بالماء بطو والبقيت اقلبها الكاياك اقلبها اسمه يقلبها باش ما تعبيش ما تعبيش بالماء يلا الله 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 مشكي هذيك تقعد فوق الماء مش مشكله تحسوا يا ريك فوق مسطره بالرسمي لا صعيبه لا صعيبه انا نتصور اللي هي سهله راه الكاياك هذه راهي سهله ما يصيرش تقلب الكاياك عماد جاي منع يعني يمشي يقلب كاياك 100% ديجا رابط في المية يمشي يقلب الكاياك تحب اليوم الناس كل تعوم يقلب الكاياك سيء عجيب 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 ما عادش فيه ما عادش فيه العمدة طبعا عنا زوز روكانيت بيتين لهنا صحيح صحيح سيبهم سيبهم خلي